العلامة الكبرى الثالثة خروج يأجوج ومأجوج. بعد أن حبسوا في باطن الأرض لآلاف السنين ومحاولاتهم العديدة لنخر ونقب سد ذو القرنين، يأتي اليوم الذي يشاء الله فيه أن يخرجوا إلى سطح الأرض فيهدمون السد الذي بناه ذو القرنين. ويخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وتفسد هاتان الأمتان في الأرض فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنبالهم إلى السماء فيرد الله عليهم سهامهم مخضبة بالدماء. فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوا، ثم يزحفون نحو جبل الطور بسيناء حتى يصلوا إلى حصون المسلمين ليقضوا عليهم، فيحاصر نبي الله عيسى وأصحابه، فيتذرع نبي الله عيسى والمسلمون الذين معه إلى الله لينجيهم من هذه الفتنة، فيميتهم كموت نفس واحدة فتجوى الأرض من ريحهم، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله.